حضرتك مي مراد رافت، عضو من جهاز حمايه المستهلك. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. انت دلوقتي موجوده في المكتب الشرقيه النموذجي. اه الافتتاح بتاع الدكتور علي مصلحي ده تاني مكتب على مستوى الجمهوريه بعد بورسعيد. تمام. انت ممثل لجهاز حمايه المستهلك هنا. يقدر المواطن يستفيد من خدمات ايه من خلالك؟ اي شكوى بتتقدم عندنا بيتم فحصها وازاله اسبابها في اسرع وقت ممكن حضرتك تتخيله. يعني بنقدر نساعد المواطن في اي شكوى هو ممكن يقدمها، اذا كان عن شركات او اذا كان عن تجار او اذا كان عن موردين او اذا كان عن اي حاجه قادر ان هو يشتكي منها. تمام. لكن المكتب هنا مش مقر لجهاز حمايه المستهلك بس؟ لا، مقر جهاز حمايه المستهلك الرئيسي في 96 شارع احمد طلاب المهندسين، وله فروع على كافه الجمهوريه منها هنا الشرقيه. المقر بتاعنا هنا في الساغه تبع مديريه الامن. تمام. ايه المستندات اللي المواطن بيحتاجها لما يجي يقدم شكوى؟ هو بيجي بس يقدم لنا الشكوى واحنا بنقدر نطلب منه كل حاجه. يعني مثلا لو سلعه معمره بنطلب منه الضمان بتاع المنتج، اي حاجه بنقدر، اهم حاجه يكون معاه الفاتوره. فاتوره. اه تمام، شكرا جدا، ربنا يخلي حضرتك.